هذه هذا السن الصغار من خلال التنافس والتحدي في هذا الميدان. سارت الأسماء حبلنا الكريم، سارت التحديات المنطلقة بكل قوة وبكل ناموس مميز، ومع شموخ هذه الانطلاقات نسير مشاهدينا الكرام بانطلاقة الشوط الرابع الخاص بالجعدان، والتي قدمت في هذا الصباح الجميل حتى هذه اللحظة أفضل توقيت زمني يقدم من خلال هذا اليوم لمشعل لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. ما ندري هذه الأسماء القادمة هل هي من تحتكر التوقيت التالي، هي من تسجل لنفسها حضور في انطلاقات هذا اليوم. نبحر إلى المقدمة والصدارة الأولى التي حملت مشاهدينا الكرام الدفع الآن من خلال التواجد الجميل والأداء المميز على قائمة الشوط والمركز الأول. هنا لمح البصر مر عبر مبارك بن حمدان الحميري، هو الآن من يتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني وصل الآن صوغان محمد بن سعيد بن عبيد الحميري، وصل مشاهدينا الكرام واحتل المركز الثاني. المركز الثالث هناك يا سلام وصل الآن ذيبان، تعود ملكيته لأحمد بن عبد الله بن محمد بن تشيله العامري يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصول من قبل شاهين محمد بن عتيج بن حاضر الدرعي، هل يحتل المركز الأول مع معيته الآن سراب سعيد بن عبيد الخاطري في المركز الثاني. لكن نشوف قدوم، نشوف أسماء قادمة، تحذروا يا إخوان، لكن الدرعي لا زال صامد حتى هذه اللحظة في المركز الأول. لكن نقول لك يا الدرعي حرك 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 حرك، الجماعة واصلين ال 400 متر الأخيرة، ال 400 متر الخطيرة، وهناك بن شميل الخاطري يتواجد، سعيد بن عبيد الخاطري، لكن الله 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 سراب خالد بن حمد بن راشد النعيمي يتواجد، وكذلك شعار بن نايع في هذه اللحظة، لكن سليمان الدرعي هو في المقدمة، سليمان يقدم شاهين على المركز الأول، يحاول والخاطري يحاول، لكن أشوف الدرعي خلاص سيطر على المركز الأول، سيطر مع شاهين. سليمان بسعيد بن راشد الدرعي على المركز الأول، تهانينا على الفوز، تهانينا للسلطنة على هذا الإنجاز وهذا الفوز الذي قدم شاهين. سليمان بسعيد بن راشد الدرعي المركز الثاني، المركز الثاني سعيد بن عبيد بن شمي الخاطري، المركز الثالث شاهين محمد بن سالم بن نايع بالشاوي الأخضر، المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء كان الظبي لمحمد بن سعيد بالحرسوس الايوبي، المركز الخامس هناك كان الدخول مشاهدينا الاعزاء سريعا في انطلاقات هذه اللحظه، كان التنافس قوي وشديد على بدايه المراكز وانطلاقتها المميزه الجميله. لكن نعود بحضراتكم الى التوقيت الزمني الذي صاحب انطلاقه هذا الشوط، الذي صاحب المركز الاول بقوته وتحديه، وكان شاهين سليمان بن راشد بن سعيد او سليمان بن سعيد بن راشد الدرعي 4 دقائق 45 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار يا الدرعي، بينما المركز الثاني اللي وصل من خلال التحدي كان التحدي صامدا مشاهدي الكرام، لكن بالفعل كان حضور الفوتوفينش في انطلاقة ثاني المراكز والتي كانت حاضرة بين حامل رقم 6 ورقم 7 سنة سراب وشاهين في هذه اللحظة. نشوف مشاهدي الكرام مع حضراتكم المركز الثاني، يأتي إذا سراب من يحتل المركز الثاني في هذه اللحظة، سعيد بن عبيد الخاطري يحتل المركز الثاني والمركز الثالث. عموما على كل حال شاهين محمد بن سالم بن نايع الغفلي في المركز الثالث في هذه الانطلاقات مشاهدينا الأعزاء في هذا التواجد الجميل بـ4 دقائق 46 ثانية وفاء وتماما وكمالا.